بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إزايكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير النهاردة إن شاء الله هنكمل جولتنا من ماركا مول مع الجزء الثاني من بورلاند لأواني الطبخ والأدوات المنزلية يلا بينا مع جولة جديدة من جولات مصرية في شفنا في الجزء اللي فات مجموعه وتشكيله جميله جدا من اطقم الصيني هنكمل ان شاء الله جولتنا في الجزء ده ونشوف بقى الاطقم ده طقم 60 قطعه بـ 12 شخص بسبعة 7000 ليره طبعا هم مفسرين كل شكل من الاطباق كم قطعه وبيحتوي على ايه بالظبط في القايمه اللي موجوده دي جنب الطقم طبعا جميل جميل جدا جدا رائع وشكله جديد ده بقى عبارة عن زي مجموعة أطقم مع بعض كده نازلة بعرض مع بعض باربعتاشر ألف وتمانين فيها إيه؟ فيها طقم طعام كامل ستين قطعة وطقم تاني للفطار آه وطقم تاني برضو للفطار اتنين وتلاتين قطعة وتلات حلل كبار وطاسة وتلات حلل صغيرين زي ما انتو شايفين كده ده طقم وده طقم يعني هي مجموعه ايه زي قطقم مع بعضها كده و... وده طقم تاني برضو اهو ده اللي هو ستين قطعه اتناشر شخص اللي انا قلتلكوا عليه ده بقى مجمعينه كله عاملينه باربعه عشر الف تلتميه وتمانين عرض ده طقم سيني برضو بسبعه الاف وكسور يعني حاجة وعشرين ليرة تقريبا آه برضو طقم هو ستين قطعة لاتناشر شخص بصوا جميل جدا هو ده بقيته وبرضو هم مفسرين آه كل قطعة وكل شكل ايه كم قطعة منهم يعني بصوا هو الاسعار متفاوته لو تلاحظوا في قطقم كانت ب 2000 و 3000 وفي قطقم ب 7000 يعني في اكتر من سعر مش مش كله مثلا في رينج ال 7000 او كده لا في اسعار مختلفه طبعا الموديلات والاشكال راقيه جدا وشيك ورقيقه ده برضو طقم تاني رسمه تانيه مختلفه روعه بجد روعه هنا بقى دخلنا على اطقم الحلل دي حلل جرانيت كاتبين على ده ان هو فرصة وعاملين عليه خاص دوت بربعمية خمسة وسبعين ده, ده السلس بصوا المقابض قوية جدا آه السعر الحلة ربعمية وخمسين ده طقم تاني جرانيت ده بألفين تلتمية هنا دي برضو كل حلة لها سعر ده بربعمية وربعمية وعشرين ده زي ما احنا شايفين حلل الاستلس الحلة بسبعمية وتسعين دي العلبة بتاعت الحلة ده برضو نفس القصة بسبعمية وتسعين دي حلل الجرانيت. خمسمية وسبعين، هنا بقى دخلنا على طقم القوالب الكيك والصواني وهنا المصفة أشكال مختلفة من المصافي بأسعار مختلفة دي بتلاتة وستين. وديت بمية تسعة وتسعين ونص مية يعني طبعا كلها دي مصافي ستلس ده اللي هو المنخل ثلاثة وستين ليرة وفي البولة دي مع وخمسة وخمستاشر فيها مبشرة من فوق دي برضو مباشر للبصل والخضروات. دي هنا مصافى عادية. الوان. ودي بمية سبعة وعشرين مصفة اكبر طبعا زي ما انتم شايفين كبيرة. ده هنا زي ما انتم شايفين ده بقى كذا شكل من الدملك، اللي هو البراد التركي آه أسعاره غالية جدا يعني ده بره في العادي آه سعره أقل من كده. هو تلتمية ده بره، هتلاقيه ده بمتين, بمتين وكسور يعني هو على الأقل أغلى بمية ليرة بس هي ممكن برضو جودة الاستلس تكون أعلى يعني أنا بتكلم على الشكل ده طقم كانك، وده طقم كانك برضو جرانيت. ده كانك سلس كانك بتسعين ده هنا دي بولاد التصاط كده دي انواع مختلفه من التصاد يعني انا انا عشان غويطه افتكرتها انها بوله لكن اه دي اشكال مختلفة من الطاسات البورسلين في الوان مختلفة ده طقم تاني برضو صيني رقيق جدا جدا آه ده سعره عامل اربعة آلاف مية وتلاتة ده سبعة وعشرين قطعة زي ما أنتوا شايفين شفنا تشكيلات كتيره ونقوش جميله ورسومات جديده جدا جدا زي ما انتم شايفين كده والالوان رائعه في اسعار مناسبه وفي اسعار يمكن يعني عاليه شويه لكن ان شاء الله تكون الجوله النهارده عجبتكم واشوفكم ان شاء الله في جوله جديده من جولات مصريه في